اهلا بيكم مشاهدينا الكرام، معكم اميره يحيى في حلقه جديده من حلقات برنامجكم صالون الاميره. حلقتي النهارده مختلفه، وزي ما انتم شايفين ديكور مختلف. غبت عنكم لمده اسبوعين، بس ده ما كانش من فراغ، ده علشان احضر لكم لمجموعه حلقات سياسيه قويه الفتره الجايه. واحنا طبعا حاليا في الانتخابات النواب 2020، المجلس الجديد اللي المفروض ان هو هننزل وهيبقى عرس ديمقراطي ان احنا نختار نوابنا اللي يتكلموا عننا. الحلقات اللي جايه ان شاء الله تابعوني، هتعجبكم جدا حلقاتي السياسيه وكمان هتبقى قويه. اتعودت طول عمري من بدايه ما قدمت لكم في الميديا عموما ان انا استقبل شكاوى المواطنين، وخليت الصفحة الرسمية عندي للإعلامية أميرة يحيى بتستقبل كل أنواع الشكاوى للمواطنين، وبتفضل إن أنا أو بقدمها لحضراتكم، وتتفضلوا إن أنتوا تسمعوا منهم، تدعموهم، تشوفوا هم محتاجين إيه، توصلوا صوتهم لإيه، للقيادات العليا للدولة. لأن الإعلام هو طريقة ما بين التوصيل ما بين المواطنين وما بين متخذ القرار في الدولة. جات لي شكوى رسمية لمواطن اسمه الحسيني فتحي، بيشتغل في مصر للطيران، فصلة تعسفيه. نشوف الفيديو ونرجع تاني مشاهدينا الكرام. السلام عليكم. استغاثه للسيد رئيس الجمهوريه واستغاثه للسيد وزير الطيران. انا اسمي الحسين فتحي سعد، كنت موظف في شركه مصر للطيران للصيانه اعمال فنيه، وظيفه معاون تجهيز طيران، كودي الوظيفي 3809. حضرتك يا سياده الرئيس وسياده الوزير، انفصلت تعسفي بتاريخ 13/3/2019، وده بناء على طبعا تعليمات وتنبيهات من السيد مدير الاداره. انفصلت تعسفي بسبب ان كنت مطلوب اجازه، يقولوا لي اجازه سعيده، واجي ارجع من الاجازه الاقي نفسي معمول لي غياب. طب ما بلغتنيش ليه؟ اصل دي تعليمات مدير الاداره، وكنت عامل اجازه مرضي. حضرتك رحت اعتمدها، قال لي الدكتور الشركة كير بلس الخدمات الطبية مدير الإدارة بتاعتك قال لي ما تعتمدش أجازة للموظف ده. فأنا دلوقتي حضرتك خارج من المحكمة الاقتصادية زي ما حضرتك شايف الفيديو. كان عندي جلسة عشان كنت واخد كارد من بنك القاهرة، وطبعا ما بقاش يتخصم من مرتبي حاجة، فطبعا انفصلت من شهر 3/2019، مفيش كارد بيتخصم، فبالتالي البنك رفع عليا قضيه. فانا دلوقتي هضيع، بدل ما كنت موظف هبقى ايه؟ هبقى مسجون، وده هيرضي الدوله ان الشاب يضيع عنده 32 سنه وعنده 3 اطفال. فارجو مساعدتكم الالتماس وعودتي للعمل. استغاثه من مواطن فقد شغله، عمله، مصدر رزقه، بعد ما كان موظف ايا كان بقى، تلاعب قوانين او ايا كان، تعسف من مدير الاداره عنده او من مديره شخصيا، بس هو قدم شكوى واتبع كمان السبل القانونيه وكان في تحقيق. وطبعا قدم في البدايه خالص، اللي انا بدعم فكره ان يكون كل شغلنا وكل تعاملاتنا الكترونيا، فهو بعت شكوى لموقع الشكاوى العاملين اونلاين، بعت فيها اسمه، بعت فيها طلب الشكوى وليه وعشان ايه. ارجو من الساده المسؤولين النظر في الموقع ده خصوصا، لان الفساد موجود في نفوس الجميع. الانسان لو ما فيش عنده تقويم وما فيش عنده مراقبه هيعمل كتير. فاتمنى ان شاء الله ربنا يرد له حقه ويرجع شغله، علشان زي ما هو قال، شاب عنده 32 سنه وصاحب بيت وعنده اولاد. ربنا يا رب يرزق الجميع كل خير. الفتره اللي فاتت نزلت عملت تقرير، وقبل ما اخدكم للتقرير ونتكلم عن مضمون التقرير اللي انا طالعه علشانه الحلقه دي خصوصا، طالعه لوحدي. التقرير ده بيرصد اراء المواطنين حول انجازات الرئيس في المشروعات القوميه الجديده، وكمان بيرصد ارائهم حول الدعوات التخريبيه، الدعوات للاعتصام والاحتجاج والنزول. لا احنا مش عاجبنا، لا احنا عايزين نشيله، لا اصل الحكومه غلطانه، اصلها مش عارفه تدير الدوله، اصل الحكومه مش عارفه، يلا ننزل نعتصم. وتلاقي اصحاب الدعوات ماجورين، وشفنا فيديوهات كتير وشفنا تسريبات كتير ازاي بتعرفنا سي في وتاريخ كل واحد فيهم، قد ايه بيقبض وقد ايه هو عميل. وكان سياده رئيس الجمهوريه تشرف من يومين والقى كلمه في الندوه التثقيفيه اللي كانت بالاحتفال بعيد 6 اكتوبر.
الرئيس قال في ضمن كلامه يعني اسمحوا لي ان انا هتكلم بطبيعتي بس باللي انا فهمته من حديث الرئيس، زي ما قلت لكم الرئيس قال كده، قال الشعب ده شعب واعي، الشعب ده شعب محدش هيقدر عليه، اللي حصل في 2011 و2012 لا يمكن هيتكرر تاني. الكلام ده شفناه وموجود معانا في التقرير اللي نزلت عملته بنفسي في منطقة حدائق الأهرام، المنطقة والمكان مربع الأهرامات اللي أنا بتشرف إن أنا ساكنة وإن دي بلدي وإن أنا موجودة منها. نزلت وسألت الناس على آرائهم وكان تقرير حي. هسيبكم تشوفوا التقرير ونرجع لكم تاني نعقب عليه. 2020 عام التحديات، مش بس تحديات في الإجراءات الوقائية والصحية لمجابهة فيروس كورونا، لا كمان تحديات في البناء. أقوى تحدي ممكن إن أنت تقوم بيه إن أنت تبني في ظل وفي عز سقوط العديد من اقتصاديات الدول في مجابهة ومحاربة فيروس كورونا. الدولة المصرية الحمد لله أساسها قوي وقادرة إنها تبني وقادرة إنها تحقق نمو. نزلنا الشارع النهاردة عشان نعرف آراء المواطنين في دور الرئيس في المشروعات القومية وكمان دور الدولة في التنمية. تابعونا النهاردة هنعرف آراء المواطنين. ومعانا أسرة مصرية من حدائق الأهرام هنسألهم عن رأيهم في دور الرئيس في المشروعات القومية الجديدة. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. أتعرف عليك؟ مهندس خالد. أتعرف على حضرتك؟ مدام أمل. إيه رأي حضرتك في المشروعات القومية اللي يومياً الرئيس بيفتتحها؟ والله حضرتك يعني إحنا دايماً مع الاستقرار وإحنا شايفين قدام عينينا في تطور وفي يعني لا في استقرار، يعني احنا حاسين بدا ملموس في الشارع يعني بصراحه. يعني يوميا بتسمع عن المشروعات الجديده للرئيس سواء كانت في العالمين او هضبه طبعًا الجلاله او طبعًا الكباري، طبعًا ايه رايك فيها؟ والله وكمان المشروعات الاسكان بتاعت الشباب، تمام، يعني دي من الحاجات الجميله جدا للرئيس والله. يعني طب كويس، اسال حضرتك ايه رايك في الدعوات التخريبيه اللي بنشوفها يوميا بيستغلوا من مشاكل الدوله المصريه او من مشاكل الشعب ان هم يعملوا نوع من انواع تسخين الراي العام؟ هما يعني الناس اللي اصلا اللي زي دي عامه يعني هما ما بيحبوش على طول، عايزين يعملوا مشاكل وحوارات وكده، فيعني فدي حاجه مش كويسه، لان عامه يعني دعوات التخريب اللي هما بيعملوها دي وكده في الاخر هي مش هتحصل، يعني هتيجي على دماغنا احنا في الاخر يعني. بس احنا مع الاستقرار، احنا مع الاستقرار، يعني احنا قادرين نمشي، انا قادر اشتغل واسيب مراتي وبعرف اتحرك وايه وحاسس بالامن وكده، انما يعني ضد التخريب يعني خلاص احنا شفناه في 2011 ويعني ايه وخلاص يعني خلاص الدولة المصرية عدت بمرحلة وبدأت تبني، فمش هينفع نرجع تاني من المرة كده. طب المشاكل اللي حضرتك بتواجهيها يوميا، يعني دلوقتي لو اللي متخذ القرار بيسمع حضرتك تقولي له ايه المشكلة اللي انت تحبي الفترة اللي جاية انها تتحل؟ عشان عامة ولا في الحدايق؟ ممكن نتكلم عامة ونتكلم في الحدايق برضه. هو لا هو لو يعني لو على عامه يعني حته مثلا الاسعار، لان فعلا في ناس كتيره جدا بتشتكي من حته غلاء الاسعار والحاجات دي وكده، فدي يعني يحاول ايا كان اللي بيتخذ القرار ان هو يعني يحاول يظبط الدنيا احسن من كده يعني. اكيد. بس لو في الحدائق بقى ففي حاجات كتيره، الطرق تترصف، التكاتك تتعمل يعني تتشال، يعني احنا في مكان اصلا وكده مع حوار المتحف ده كمان، فالمنطقه المفروض تبقى في حته تانية احسن بكتير يعني. ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله منطقه حدائق الاهرام او مربع الاهرام عاده الفتره اللي جايه محطوط على الخطه وعلى الاولويه، وان شاء الله هتبقى اقوى قطعه من قطع العالم ان شاء الله. الاثريه والسياحيه ان شاء الله. ولان مهمتنا الاساسيه هي البناء لابنائنا، يعني احنا بنقول احنا بنبني وبنعمر في البلد دلوقتي عشان مستقبل اطفالنا. مجموعه من الاطفال شافوني وانا بعمل التقرير وحب ان هم يسجلوا معايا. اتعرف عليكي؟ انا اسمي شهد عمر. معز محمد. معز، انتوا سمعتوني وانا بتكلم وسمعتوني وانا بتكلم عن المشروعات الجديده ودور الرئيس، وقلت جمله كويسه جدا وانا قلت لازم ان انا اسمعها منكم على الكاميرا. قول كده رايك ايه في الطرق والمشروعات الجديده؟ ان الاستاذ الرئيس السيسي يعني بيعمل الطرق عشان نوصل اسهل لاشغالنا فنعرف نعيش اكتر. يعني افضل، انت شايف ان الطرق والكباري والمشروعات الجديده اللي بيعملها الرئيس بتسهل على المواطن ان هو يوصل لاي حاجه هو عايزها باسهل الامكانيات، يعني
فبكده انت توفر فلوس البنزين اللي انت بتدفعها وفلوس اي حاجه انت بتدفعها بس. تمام، طب ايه رايكم؟ طبعا بما انكم بسم الله ما شاء الله اطفال واعدين ومثقفين جدا، شفت طبعا واكيد على الفيسبوك وعلى الصفحات في دعوات كتير للنزول وللتخريب، انت ايه رايك فيها؟ لا دي صراحه حاجه وحشه ان هم يقعدوا ينزلوا ويخربوا في البلد بتاعتهم، فدي حاجه الصراحه وحشه. طب انت شايف مثلا ان انت لو عايز تعترض على حاجه او ان انت حاجه مش عاجباك ان انت تنزل وتعمل دعوات وغيرك اللي يقول لك انزل، رايك فيه؟ اللي بيقول لي انزل وانا قاعد في البيت وبعملش حاجه، بشوفه بس ينزل ويبهدل نفسه وانا قاعد في البيت قاعد بتفرج على التلفزيون. يعني انت كده دلوقتي بتتكلم على الشخصيات اللي هي بتدعو الناس للنزول وهم قاعدين مروقين دماغهم ولا عندهم اي مشاكل. ايوه. طب انت ضد ده؟ طبعا. طب انت عندك مشاكل الى حد ما او في حاجه بتطلبها ان لو صاحب القرار بيتفرج علينا دلوقتي، ايه المشكله اللي بتواجهك وانت طفل صغير او انت طفله صغيره؟ ايه الحاجات اللي نفسكوا تتعمل الفتره اللي جايه؟ هو ان يعني غلاء الاسعار برضو، يعني في ناس غير مقتدنه بانها تشتري حاجات، وبرضو ان الناس اللي بتدعو للحاجات دي برضو يدفع ليهم، يعني الناس دول يدفعوا ضرائب ويبقى يعني عليهم، يعني حتى لو على السوشيال ميديا برضو يدفعوا ضرائب. عشان يعني انت شايفه ان مصدر من مصادر الدخل القومي ان انا كدوله ان انا احصل الضرائب من كل اي عمل موجود في مصر؟ بالظبط. بس يعني وبرضو يعني قدروا الناس اللي هي اللي شغلانتها بسيطه علشان برضو يعني يكون ليهم تقدير. تمام، يعني انت شايفه ان كل حد على حسب الدخل بتاعه انا اقدر ان انا اخد منه ضرائب قد ايه؟ يعني لو حد بسيط مش شرط يعني تاخد تكتر عليه، لكن بقى لو حد مدير وكده ممكن تاخد منه بس ما تكترش. يعني انا اربط الضرايب بالدخل؟ يعني انا دخلي مثلا في الشهر 10,000، اربط الضريبه بال 10,000 ده غير اللي دخله 2,000 في الشهر بس؟ لا، يعني انت لو انت شايف يعني كل واحد يبقى زي ما وزير التربيه والتعليم قال، كل واحد قبطان الشركه بتاعته او اي حاجه بتاعته بس. طب انت بما انكم اطفال معايا، ايه رايكم في النظام الجديد في التعليم؟ الصراحه هو نظام حلو. تمام، قادر تستفيد من التكنولوجيا الجديده؟ قادر استفيد طبعا من التكنولوجيا الجديده، بس في مشكله واحده انا بقولها. اللي هي ان لو حصتك كانت اونلاين، ممكن مثلا ولد يدوس في النص يروح يلعب ببجي مثلا. يعني انت قصدك ان يبقى في سيطره اكتر من كده على غرف الاونلاين في الكلاسات بتاعتكم مثلا؟ احنا ممكن احسن اللي احنا نروح المدارس، بس يكون في اجراءات وقائيه اكتر. يعني انت بتطالب ان انت تنزل المدرسه؟ تمام، وانتي؟ وبالنسبه للاونلاين، هو انا صراحه يعني في ناس بسيطه ما تقدرش انها تجيب اونلاين وكده، فيعني برضو هيبقى المدرسه افضل لهم عشان يعني دول برضو يقدروا ان هم يتعلموا. وانت مش خايفه على نفسك في كورونا انك تنزلي مدرسه؟ ما هو زي ما هو قال، المفروض ان احنا نخلي فيه اجراءات وقائيه اكتر علشان كل حد يقدر ان هو يحافظ على نفسه. يعني لو انت مش خايف على نفسك فخاف على اللي قدامك. الام المصريه هي عمود الاسره، فهي مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. مساء الخير يا ماما. مساء الخير يا فندم. اتعرف على حضرتك؟ مدام سعاد. مدام سعاد، ايه راي حضرتك في دور الرئيس في المشروعات القوميه اللي يوميا بتفتتح في الدوله؟ ربنا يبارك له ويزيده، بس لازم برضو نبص للناس الغلابه، لان الناس الغلابه كتير جدا، والناس الغلابه مستخبيه مش باينه في الكاميرات ومش باينه على الواجهات اللي احنا شايفينها دي كلها. غلابه كتير جدا، لازم نبص للناس الغلابه دي ونبص لبيوتهم ساكنين ازاي وعايشين ازاي. صحيح حياتنا درجات وثلاث درجات، صحيح، واحنا من الناس الفقراء اقل درجه. لازم الرئيس بتاعنا ولازم الناس الحلوه الجميله دي تبص للناس اللي زي حالاتنا. طب ايه راي حضرتك في الدعوات اللي بتستغل المشاكل للمواطن اللي هو مش لاقي ياكل، او الغلبان، او اللي الحاله بتاعته الماديه صعبه، بتستغل المشاكل اللي عنده ده لحدوث حاله بلبله وتسخين للراي العام والشارع المصري؟ ربنا يكفينا شرهم. الناس دي مش كويسه عشان تبقي فاهمه، الناس دي وحشه جدا. لازم نبص قدامنا ما نبصش ورانا. لازم كل واحد يبقى عنده توعية لأي حاجة تحصل قدامنا ونبص في الأحسن. شايفين الدنيا فيها خير، ليه نحن نبص من ورانا؟ ليه نتقدم معاها ونمشي معاها في الخير عشان الناس تتوسع ونبقى كويسين؟ ليه نرجع بظهرنا؟ صحيح، شايفين في توسعات كتير جدا في البلد،
نمشي معاها، بس برضو لما نمشي معاها لازم بتفتح لنا ابواب. ولادنا غلابه، ولادنا مش مقدرتهم اي حاجه، ولادنا شويه عالم كلهم غلابه. لازم الناس دي كلها تبص للناس الغلابه دي عشان يعرفوا يعيشوا في بيوتهم. يعني لازم نسمع طلبات الشباب، ولازم نسمع طلبات الفئات ونحققها لهم علشان نحتويهم وما نخليش اخر يستغل ده. طبعا صح كده، تمام، ده لازم يحصل كده. طب لو حضرتك صاحب القرار بيشوف اللقاء ده، ايه اكتر حاجه بتطلبيها منه من المشاكل اللي انت شايفاها لو اتحلت هتحل الحياه؟ يفتح ابواب الرزق للناس. شغل؟ طبعا شغل. ولادنا بقى لهم سنه دلوقتي محلات مقفوله، بيوت مقفوله، مش عارفين يدفعوا ايجارهم، مش عارفين يدفعوا ايجار محلاتهم، مش عارفين يعيشوا. ما هي دي اهم حاجه، لو في حاجات زي كده تتفتح للشباب ديت يخلي الشباب تبقى كويسه وما تبصش لورا. خلينا نبص لقدام ونفتح بيوتنا عشان الناس دي كلها غلابه. لو الناس دي مشيت صح ومشيت حق الدنيا دي كلها تبقى فيها خير ان شاء الله. باذن الله مصر مليانه خير. ورئيسنا ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، متوسع بتفكيراته في خير كتير جدا. بس خير كتير جدا برضو لازم نبص للغلابه. تمام. الغلابه، لان شباب كتير جدا غلبانه. دي اهم شيء. اتعرف على حضرتك؟ علاء عزيز. استاذ علاء، ايه راي حضرتك في دور الرئيس في المشروعات القوميه اللي يوميا بتفتتح في الدوله المصريه؟ والله انا شايف ان دور الرئيس دور كبير جدا، خصوصا بعد الفتره بتاعت الثوره اللي احنا عدينا بيها. كنا في فتره طبعا صعبه قوي، وانا حاليا شايف ان في مشروعات كتيره للشباب انا لمستها وشفتها، وفي تطورات كتيره في الطرق سهلت علينا كتير قوي في المواصلات. قبل كده ما كانش في الكلام ده كله، كنا ممكن ناخد وقت نضيع نص يومنا في المواصلات. فدلوقتي انا شايف ان الدنيا افضل بكتير، وشايف ان الرئيس ليه دور كبير جدا في المشروعات والطرق. شفناش الكلام ده قبل كده بصراحه. المشاريع الجديدة زي اللي بتربط ما بين المحافظات وبعضها، وكمان مشاريع الإسكان اللي يوميا الرئيس، ولو اتكلمنا عن العشوائيات ومحاربة العشوائيات، شايف ان ده يحسب كام في المية في ملف العشوائيات للرئيس؟ والله انا شايف ان ده يحسب بنسبة 70% لسيادة الرئيس، لان انا عايز اقول لحضرتك ان منطقة العشوائيات دي احنا كنا بنشتكي منها جدا، من البلطجة والمشاكل الكتير اللي بتحصل منها. انا شايف ان هو يعتبر وصل لنسبة كبيرة جدا ان هو قضى عليها، وان شاء الله مكمل باذن الله. ايه راي حضرتك في استغلال المشاكل لدعوات التخريب والنزول والاعتصام وغيره؟ والله انا شايف ان ده كله مش في مصلحتنا احنا كشعب او كدوله، يعني دوله زي مصر. انا نفسي مصر زي ما هي قد الدنيا، نفسي تبقى هي احسن بلد في الدنيا كلها. انا من رايي ان الاستقرار افضل حاجه لينا. كل الاوضاع اللي احنا فيها دلوقتي دي عمرها ما تساعدنا ان احنا نتقدم لقدام، ودي كلها حاجات تحسب لدول تانية كتير من مصلحتها ان مصر توقف وما تتحركش طبعا. وانا مش حابب حاجه زي كده. انا واحد من الناس عندي الاستقرار والامان اهم حاجه، بعيد عن اي حاجه الاستقرار والامان مهم جدا ليا ولاولادي. انا واحد من الناس في ايام الثوره ما كنتش بنام لا انا ولا اولادي، تمام، والحمد لله دلوقتي في استقرار. يعني راي حضرتك المواطن المصري بقى واعي دلوقتي للدعوات التخريبيه دي، وعارف مين عدوه من مين حبيبه؟ طبعا طبعا، بعد الجزئيه بتاعت الثوره واللي حصل فيها طبعا الشعب بقى واعي جدا. ودلوقتي مش اي كلمه تتقال الناس هتنزل، لا خلاص احنا بقينا عارفين. ما بقاش يضحك عليه؟ لا خلاص ما يضحكش علينا. الاول كان بيضحك علينا وكنا مضللين، انما الحمد لله دلوقتي لا خلاص بقى في نسبه وعي، وبقينا شايفين كل حاجه بعينينا، وفي شفافيه دلوقتي الى حد ما، مش هنقول في كل حاجه بس الى حد ما شايفين كل حاجه بعينينا. ففي فرق كبير طبعا. ايه اقوى المشكلات اللي حضرتك بتلمسها في الواقع بتاعك، وفي نفس الوقت لو متخذ القرار بيسمع حضرتك تطلب منه اول حاجه يحلها ايه؟ والله انا كل اللي اطلبه منه دلوقتي هي الجزئيه بتاعت الاسعار دي، انا اللي شايفها يعني سايده عن حدها جدا، خصوصا ان المواطن بعد الجزئيه بتاعت الثوره والكورونا تمام اصبح الدخل دلوقتي ما بقاش فيه او معدوم الى حد ما. فهي دي المشكله الاساسيه دلوقتي اللي احنا بنعاني منها، جزئيه الاسعار هي دي اهم حاجه بالنسبه لنا وبالنسبه للفرد المصري. كلنا لامسين الطفرة المعمارية اللي بتحصل من الطرق والكباري اللي موجودة في مصر حاليا، البنية التحتية المتهالكة على مدى 30 سنة وأكتر، بتتعاد إحلالها، طرق بتكبر، مصر بتكبر، احنا عدينا 100 مليون مواطن مصري بداخل الأراضي المصرية. 100 مليون في حدها، في حد ذاتها ثروة، ثروة كبيرة، الثروة البشرية مع رأس المال
ومع الطريق الجيد والمكان اللي اقدر ابقى فيه سوق متبادل، وطبعا ده الحمد لله مصر تحظى بيه كله. لو انا قدرت استغل طاقات الشباب وطاقات العاملين في مصر ان انا انتج، ان انا اعمر، ان انا ابني في الوقت ده الكثافة السكانية او الزيادة السكانية، مش هتبقى مشكلة عندي خالص. ليه؟ لان يد تبني ويد تحمل السلاح، بنبني وبقوة بنبني، وفي نفس الوقت قادرين ندافع عن وطننا، عشان مصر ولادة كل يوم شاب وكل يوم راجل، بل المئات يوميا والالاف لحماية مصر ومقدرات مصر وحدود مصر. رسالة لكل بقى ايا كان بقى مسمياتهم، جماعة الاخوان المسلمين، اي حاجة لها علاقة بدعوات التخريب او غيره اللي مش عاجبهم حال البلد، مصر امنة، مصر محمية بايه؟ بقوة وترابط شعبها مهما كانوا، مختلفين الثقافات، مختلفين الايديولوجيات، مختلفين الاعمار، بس اتفقوا على محبة مصر، اتفقوا ان الارض دي ارضهم، حدودهم، مفيش حاجة اسمها مفيش حدود والحلم ومش الحلم، مصر لشعبها وبشعبها هتحيا. قبل ما انهي معاكم حلقتي النهارده، حبيت يكون عندي لمسه تقدير، لمسه حب. حب لصديقتي وعزيزتي وزميله الاعلاميه واختي المرحومه شويكار العدل. شويكار العدل كانت صديقه ليا اعلاميه وفي نفس الوقت جاره، والناس كلها في حدائق الاهرام وفي منطقه الهرم عارفين مين هي شويكار العدل بمعارضها. توفاها الله بعد محاربة مرض السرطان، رحمة الله عليها، ندعي لها يا رب جميعا بالرحمة والمغفرة. بس سابت نسل، سابت ولادها محيي ونهير العدل، الاتنين اللي قادرين يكملوا اسمها، وبمساعدة خالتهم، لأن الخالة والدة طبعا سوسن العدل، قدروا ان هم يطلعوا من يومين بمعرض اهلا رمضان اللي كان موجود في حدائق الاهرام. فانا حبيت من منبر صالون الاميره ان انا اقول لهم الف الف مبروك على نجاح المعرض، ويا رب يفضل مستمر وتفضلوا دايما رافعين اسمها ومخلدين اسمها. اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتي معاكم النهارده. حبيت النهارده ارصد اراء المواطنين واطلع معاكم حلقه استثنائيه اقول لكم فيها انتظروني في موسم قوي الايام اللي جايه، موسم انتخابي، ومين هو قادر يكون نائب المستقبل؟ ايه هي مواصفات النائب اللي انت تنزل وتديله صوتك؟ وكمان هل هي وعود كذابه بس ورنانه واحلام من ضرب الخيال، ولا تحقيق المقدرات على ارض الواقع بما يتيح الامكانيات اللي عندي؟ كنت مبسوطه معاكم النهارده، ويا رب تكونوا انبسطتوا معايا. اسيبكم وارجع لكم قريب جدا وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم صالون الأميرة. تحياتي أميرة يحيى، إلى اللقاء.